رب تكونوا كويسين. ده اول فيديو ليا مع مي. مي ديت بنت خالتي. عاملين فيديو عندها مشتريات والكلام دوت. وانا جيت النهارده هنزل حاجاتها وعايزه اوريكم كل الحاجات اللي عندها. يعني انا هوريكم جزء بسيط من الكوبايات وكده. وهنخشوا على القناه بتاعتها هتتابعوا كل الحاجات بتاعتها. فيديوهاتي جايه ان شاء الله برده. كل فيديو هنزل جزء من الحاجات اللي انا اشتريتها واقول لكم على الاريكين والاسعار لو عايزين. صح هي نزلت على القناه بتاعتها فيديو النهارده. وبرده هي هتنزل كل يوم عامه على المشتريات لان هي عروسه وبتجهز. وهتنزل كل حاجه. الفيديو كمان يعجبكم. واحنا جايبين جزء بس من الحاجات الازاز. هو جزء بسيط من الكوبايات عشان اعرفكم ان هي ليها قناه تخشوا تتابعوها. ده اول حاجه معانا. ده هنا ولا ده؟ خلينا خلاص انا طلع لهم الطقم كله خليهم يشوفوه. ده دي ماركه نورك. ماركه فرنسيه. حاجتها جميله قوي يا جماعه. بنصحكم بيها يعني. ازازها جميل جدا. ايه عشان تشوفوا شكل الكوبايه من ورا. انتي مصممة. بسم الله. بالله يظبطي. بس الله. بس يا جماعه شيك قوي. بس ستايله سيمبل قوي. بصوا هي شكل الكوبايه اهي شايفينها. ده شكل الشفشه اهو سيمبل خالص. بس انا باجي معاه كل الحاجات دي. هو الشفشه نفسه تقيل. ما بالك لو عليه حاجه. ما هو عشان ازازه حلو يا ندى. يعني لو كان خفيف كان هيبقى خفيف. يعني ازازه مش حلو بس عشان نوعه نظيف. فالجار نفسه محمل. ايوه شايفين شكل الكوبايه اهي. انت قلبها. انا عايزه اوريهم شكلها من ورا. هما يعملوا من فوق من فوق بقي عادي. بصوا يا جماعه انا بفكر ان انا ما اعملش نيش يا ندى. فانا هعمل لف وزيات. كل ده هيبقى في المطبخ. ده يعني النهارده بس هوريكم جزء من الحاجات اللي انا جايباها. وكل فيديو ان شاء الله هنزل لكم جزء تاني. هو دوت احنا زي ما قلنا الكوبايات دي بسيط من المشتريات بتاعتنا. بس وبرده اللي عايز يعرف سعر اي حاجه او منين يكتب لي في الكومنتات. يا جماعه اكتبوا لي لو عايزين تعرفوا اسعار الحاجه او الاماكن بتاعتها. قولوا لي بس في الكومنتات وانا هرد عليكم. طلعي ندى اللي عندك. ده طقم تاني اهو. طقم برده ده كريستال. دي بقى مطلع معايا شكله شيك قوي. بس يا ندى عامل زي اكنه يعني فازه. شكله شيك قوي. هو ممكن يتحط كده ولا على السطح. ده كريستالات طيبه. شكله شيك قوي يا جماعه. بس النقشه بتاعته هو 6 كوبايات. 6 كوبايات. هو ده شكله يا جماعه. شيك قوي قوي. شكل برده الكوبايات كلها مش شغله من تحت اهي. شايفينها شيك قوي يا جماعه. يعني حاجه لو جالكوا ضيوف كده حاجه شيك تقدموا العصير فيها او في رمضان او يتحط على السفره. وازازه كمان نوع نظيف قوي. اسمها ايه؟ تيبا. ماركه اسمها تيبا. ماركه تيبا. يعني واللي ماركه الفرنسي دي بقى يعتبر جايبه من ما دخل زول. ماشي دخليها يا جماعة. نصيحة يعني كل بنت بتجهز انها لما تيجي تجيب الحاجات الازاز تبقى عارفة الكميات اللي هي ناوية تجيبها او تجيب نوتة كده وتكتب فيها جابت ايه. احنا بنكتب اصلا عشان بس يعني ايه ما تكرريش حاجتك وما تكتروش قوي قوي الحاجات لان المضاد بتتغير. انت مثلا ما تجيبيش قبل جوازك بسنين فالحاجة مضادها هتتغير. جيبيها قبل جوازك بحاجات بسيطة. يا رب تتجوز اخر السنه دي ان شاء الله. بصوا ده لينمارك 6 كوبايات. دي كوبايات ميه. بس النقشه بتاعتها سيمبل خالص. دي كنت دي برده جايبه لها كوبايات صغيره. لما تيجوا تجيبوا كوبايات الميه او العصير حاولوا تجيبوا الحجم الكبير والحجم الصغير. اوريكم طقم جايباه فعلا جميل قوي. في طقم هتوريه لكم بعدين. دلوقتي ده جميل قوي. شايفينه شيك قوي يا جماعه. بصوا بقى الطقم اللي هو العصير ده حلو قوي. ده شفشق برضو. ده خيار. ده شفشق. ايوه كريستال برضو مع ال 6 كوبايات بتوعه. برضه جميل قوي يا ندى. شيك قوي. يعني انا يعني حاسه
من اشيك الحاجات اللي جبتها. جميل، انا بحب ايه حلو يا قلبي. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. ندى كمان ذوقها حلو وحاجتها جميله برده. بصوا يا جماعه، النقشه دي اي ازاز بتجيبوه فيه نقشه كده بيبان ان هو ايه، يعني بيبقى معروف ان هو كريستال نظيف. مش لازم يكون سي ار سي ولا بوهيمي، بس ممكن يكون كريستال نوع حلو بس ما يبقاش ماركه معروف. طبعا انتوا عارفين ان انا ما اعرفش الحاجات دي، لان انا لسه ما جبتش كاسات ولا كوبايات ولا اي حاجه من دي. لسه بدري. لا لسه بقى، مع خطوه خطوه بقى هجيب الحاجات لما نتخطب. ربنا يساعدك ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو جاي اعمله بقى معاكي وانت تجيبي حاجات الخطوبه باذن الله. هتيجي جنبك، مش لازم تقفلي. بصوا يا جماعه، ده الطقم اللي بقولكوا عليه. هجيب منه كوبايه رصو. ده اقول لك رصو الاول. لا ماشي، خدي ده وحطيه. الالوان يا جماعه في الازاز هي اللي نازله موضه، يعني اخضر، لبني، اصفر. بصوا الوان مجنونه بس شيك قوي قوي يا جماعه بجد. الماركه دي حلوه قوي. المقاسات بتاعتها ايه؟ بصوا يا جماعه كوبايه المايه شيك قد ايه، تحفه بجد. شايفين شكله؟ ودوت مش اللي هو اللون اللي بيقشر ولا بينزل في المايه. لا ده الازاز نفسه كده حلوه. لا مش طبع يعني كوبايات. لا دي انا بقى مش حلوه شعبي يعني. دي لا دي براند. في ناس بتخاف كتير من الالوان اللي تحت ديت، فما بيرضوش يجيبوها انها تقشر ولا حاجه بعد الغسيل او كده. لا ده ميه الازاز نفسها لونها لبني، يعني مش حاجه طبع ولا حاجه تتشال بعد الغسيل. لا بجد شيك قوي. يعني من اللطقم اللي انا بحبها قوي قوي وعجباني، يعني شيك جدا. لا هو الطقم شيك جدا. عامل لنا زوم كده عليهم. باين الكوبايه. عجبني قوي. انا شيك قوي قوي بجد. من الحاجات اللي المفضله عندي. يعني اي حد عايز يعرف سعر اي حاجه يقول لي في الكومنتات، وكمان الاماكن. يعني هو كده خلصوا؟ لا لسه في تاني. جماعة كمان لما تيجوا يعني تحطوا الكراتين في مكان، حطوا اللي هو الشفاشق مثلا بالكوبايات يا ندى، يتحط كده في بوكس كبيرة لوحدها، الكوبايات المايه لوحدها، يعني عشان لما تيجي تفرشي وحاولي تحطي يعني معروف اماكنها ايه. حطي فوق الكرتونه اي ملايه اي حاجه، تحافظي على الكوبايات من جوه. يعني قصدي يعني كفر كده من بره عشان ما يتطربش ولا حاجه. اي ملايه كده، كوبايات ميه برده. بس كوبايات الميه دي بقها كبير قوي كده ليه؟ لا يعني هي ستايل، يعني ليش ما يغرق فيها؟ لا هي بصي يا ندى، هي الشيك جمالها انها كبيره كده، لو صغيره عشان تاخد برده اكبر كم من العصير او الميه. في ناس بتحب تشرب كتير. لا وفي ناس كمان على فكره، دي الكوبايات دي مش بس ميه، ممكن تبقى عصير. لما اجي اشرب عصير عندي كتير في الشفشة. احطيك في احلى حاجه عندي الشفشه. بصوا يا جماعه، الفكره انا بتكلم فيها يا ندى ان هم ما يلخبطوش حاجتهم. يعني ايه؟ يعني يحطوا مثلا كرتونه يعني كبيره. يعني احنا عاملين كرتونه كبيره كده مثلا، دي كلها كوبايات، دي كلها كاسات اكد عليها انا من بره. دي حاجات مثلا اللي هي المطبخ، ازاز المطبخ ده، ازاز النيش مكتوب على الكراتين مثلا، ده مثلا الشفاشي، ده مثلا كوبايات الازاز. لما افتكر اقول لكم لا خدي راحتك يا ماما. انا كنت اقول لك ايه؟ بس يا جماعه ده طقم بجد جميل قوي برده للماركه. الحاجات اللي الماركه من الحاجات اللي بحبها. الله، انا بتكلم. معلش يا ندى، سوري. عايز تقولي ايه؟ لا قولي عايز تقولي ايه؟ نسيت فعلا. بجد نسيتي؟ لا تاكدي على كلامي. انا بقول يعني انا لما افتكر بقول رصوا حاجاتكم في كراتين، وانتوا برضو بيكتبوا على الكراتين، يعني اكتبوا ان دي حاجات الازاز عشان لما يجي حد ينزلها لكم وكده. أيوة. يبقوا عارفين ان دي حاجات الازاز. هي دي اللي كنت عايزه تقوليها صح؟ صح كده، هي دي اللي كنت عايزه تقوليها. انا برضو كنت عايزه اكد على كلامها ان الحاجه دي لما بتتحط في كرتونه يعني ومكتوب من بره عليها هي بتاعه ايه، بتوفر عليكم وقت كبير ان انتوا بدل ما انتوا تفرشوا تجهزوا على نفسكم وتطلعوا الحاجه في اماكنها على طول. بصوا كده الكوبايات دي برضو شيك قوي، كوبايات ميه لونمارك برضو، عشان بحب حاجات ماركه لونمارك فرنسي نظيفه. اعتقد كل البنات لو هتحب تجيب ازاز يا ريت تجيب براند معروف يكون ازازه نظيف. والكوبايات دي اصلا جميله جدا وشيك قوي، يعني برضو لو ديت كوبايات ميه هتحطوا فيها عصير لاطفال صغيره جايه عندكم. لا حلوه، لا وشكلها شيك وشكلها برضو. بصي هي اللونمارك مش شكلها كمان انها كريستال، مع انها لونمارك بس النقشه نفسها هي منها الكريستال. دي اصلا كل شغله هتلاقيه من تحت، يعني ثلاث ارباع الشغل بتاعه اصلا كله من تحت.
بس في يعني في الروسيه لو انت هتحطيها مثلا في يعني على صينيه كده شكلها شيك قوي قوي للضيوف. ايوه. وطبعا كده يا جماعه انتوا شفتوا كده جزء بسيط من حاجات ماي، ولو عايزين تكملوا بقيه المشتريات بتاعتها والكلام دوت خشوا على القناه بتاعتها. يا جماعه اعملوا لايك وسبسكرايب واكتبوا لها في التعليقات وحمسوها وشجعوها انها تخش وتنزل بقيه الحاجات. هي على فكره حاجاتها شيك جدا وحلوه جدا، واسلوب ماي جميل جدا وهيعجبكم اصلا في الكلام وشرحها للحاجات احسن. ما تقطعيش عليا تاني الكلام والتسليم. معلش يا ندى، الفيديو الجاي اتكلمي براحتك. يا جماعه انا متشكره جدا ان انتوا كملتوا معانا لاخر الفيديو، وانا هكتب وانا هنزل لكم اللينك بتاع القناه بتاعتها في التعليقات عندي تحت ان شاء الله، وكله يخش يشترك عندها، واللي مش مشترك عندي في القناه ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك. يلا باي باي.